السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه المهندس سأسأ. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على الطوب الاحمر والطوب الاسمنتي المفرغ والمصمت. دي نوعين الطوب اللي احنا بنستخدمهم في المباني او الشائعين يعني في استخدامهم في المباني. النهارده هنتكلم على انواع الطوب بصفه عامه. زي ما احنا شايفين كده، ده الطوب الاحمر المفرغ بيستخدم في المباني، ومقاساته قلنا 12 في 6 في 25 حسب المصنع. استخداماته في الطوب في شغل المباني، اعمال المباني زي ما احنا شايفين كده، في منه المصمت وفي منه المفرغ، بيبقى نفس المقاس. وعندنا الطوب الاسمنتي، والطوب الاسمنتي بيبقى مفرغ ومصمت برضو، في منه المفرغ اللي هو البلوك اللي هو 20 في 20 في 40 الكبير ده، وفي منه المصمت اللي هو 6 في 12 في 25 برضو. استخداماته في اعمال المباني، هما دول الثلاث انواع الطوب اللي احنا بنستخدمهم في اعمال المباني، البلوك او الطوب الاسمنتي المفرغ والطوب الاسمنتي المصمت والطوب الاحمر المصمت والطوب المفرغ عندنا في حاجة بقى اسمها الطوب الوردي او الرملي اللي هو لونه بيبقى الوردي ده، وبرضو استخداماته في اعمال المباني. بس الكلام ده في حالة لو الواجهة مش هتتمحر او المباني دي مش هتتمحر، لان هو شكله بيبقى ديكور زي ما احنا شايفين كده. برضو نفس الحكاية، ده الطوب الوردي. في الطوب الحراري بقى، ده بيبقى استخداماته في التكسيات. احنا عندنا يا جماعة في طوب للمباني وطوب للتكسيات. التكسيات اللي هو بعد ما ببني الحيطة بكسيها الطوب اللي احنا بنختاره للتكسية، يعني اللي هو زي الطوب ده اللي هو الطوب الحراري ده اللي هو موجود غالبا بنستخدمه في الأماكن اللي بيبقى فيها فرن أو حاجة، وممكن منظر جمالي أو دفاية اللي هو ده زي ما احنا شايفين كده. والطوب الاحمر الحيطة مبنية وراه ومكسي الطوب اللي هو الحراري. عندنا برضو الطوب الزجاجي زي ما احنا شايفين، هو مكعب زجاج كده بيبقى 20 في 20 في 10. استخداماته في اعمال الديكور بقى، ولو هنعمل بارتيشن او اطوع في ريسبشن او حاجة زي كده، او حيطة فاصلة مثلا في الريسبشن ولا حاجة، حاجة زي كده برضو. اهو ده طوب زجاجي غالبا بنستخدمه في الديكور، يعني اعمال الديكور بس. في الطوب الجيري بقى او الفرعوني ده اللي هو احنا زي ما احنا شايفين كده للواجهات، ده تكسيات برضو. كل الانواع اللي انا بقولها دي تكسيات. في عندنا الطوب الجيري اللي هو بيستخدم بقى اللي هو المباني الخفيفة زي ما احنا شايفين كده، اللي هو الطوب اللي هو 20 في 20 في 40 بيبقى بلوكة برضو كبيرة، ده مصمت، ده حجر جيري وبيتقطع بالشكل ده، الشكل اللي هو متوازي المستطيلات ده عشان يتبني. في الحجر الهشمة، الحجر الهشمة ده للتكسيات للواجهات برضو زي ما احنا شايفين كده، ده بيبقى تكسية بس. في عندنا الطوب الخفاف بقى اللي هو ده مقاسه برضو بيبقى 30 في 20 في 40 او 60، ده بيستخدم مش تكسيات، ده بيستخدم في اعمال المباني او لو في بلاطة سقف هوردي يعني بتتحط في قلبها. طبعا انواع الطوب كتير جدا، في حجر مايكا او طوب مايكا ده للتكسيات برضو، في عندنا كسر الرخام برضو بيبقى للتكسيات. تكسيات اللي هو مقصود بيها تكسيات الحوائط ايا كان بقى الماتيريال بتاعها ايه، سواء طوب او حجر او رخام او سيراميك، كل دي اسمها تكسيات تحت بند التكسيات. المفروض كده ان احنا اتكلمنا على انواع الطوب بصفة عامة. هنبتدي ان شاء الله في الحلقات الجاية هنبتدي نتكلم على البنود التنفيذ، من اول اعمال المباني والشرب، المحارة، الكهرباء، تأسيس الكهرباء، تأسيس السباكة، تأسيس النجارة، تشطيب برضو النجارة والسباكة وأرضيات، كل البنود بتاعة التأسيس. وهنبقى نعمل برضو حلقة تانية لإزاي المهندس يتعامل مع العميل أو طرق الاتفاق بينه وبين العميل، وإزاي نقدر نحصر أو نعمل مقايسة
للعملية أو للموقع ككل يعني. تابعونا في حلقات تانية إن شاء الله، بالتوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المهندس سأسأ.